اهلا بيكو عليها عشان في خاطر حلقة جديدة. بس يا ابني بس اهلا بيكو في حلقة حبيبنا. جديدة من حلقات هاز ريفيوز. وانا ماشي يعني احيانا وانا ماشي بعربيتي في مشاوير طويلة وحوارات زي دي، كنت حابب فكرة ان انا اخد حد معرفوش او اعرفه ايا كان رايح نفس المشوار، نتكلم مع بعض وبتاع عشان يهون عليا المشوار والسحلة، وفي نفس الوقت هو يستفيد ان هو مش لازم ياخد عربيته او لو معهوش عربية مش لازم يروح مواصلات وحوارات زي دي. فلقيت ابلكيشن بتاع كار بولينج، يعني كنت عايز حد يجي معايا علشان ننفذ الحوار ده او نجرب الابلكيشن دي. اللي انا اصلا بعمل ده معاه في الطبيعي هو كريم، يعني احنا في مشوار اسبوعي تقريبا بنكون رايحينه مع بعض، فقلت ان انا اجيبه معايا يعني عشان يجرب الحوار ده معايا. يا ابني اخش يا حازم، اجي وسع يا شيخ. هو ازيكم عاملين ايه؟ والله العظيم انا ما طلعتش فلوجز بقالي كتير، صح؟ بلاش حوار الديب ويب. طلع على الحته دي كده حازم، طلع على الحته دي حازم. مش عايزينك تطلع يا شيخ، لو سمحت. ده امير على حقيقته. طيب السيناريو كالاتي، ان انت هتعمل رايد كويس، هتريكوست قصدي هكريت انا رايد، هتانيشيت رايد يعني، وبعدين هتقول انت رايح منين لفين، وبعد كده انا هريكوست رايد في نفس السكه يعني. وانا طبعا موبايلي اجمد من موبايلك، انا هطلعه بس من الجراب السيليكون المصدي المسفر ده. انا معايا ايفون اكس فاكسان وهو معاه بيكسل. بص هو عموما تيم بيكسل هو عموما ابل فاكسانين يعني. اللي معاه بيكسل يا جدعان يحط كومنت عشان نبقى اصحاب. احنا هنطلع انا خلاص انا ريكوردد السكرين اهو عشان نقدر نوريهم احنا بنعمل ايه. اوكي باوفر رايد، الرايد دي بيظهر لي فيها فروم، انا منين هنتحرك منين، فانا اقول من اللوكيشن بتاعي دلوقتي فهكليك. بعد كده اقول تو، هقول انا مثلا تو دلوقتي سيتي ستارز. شفت انا بقول ستارز كده جميل، بين سو ديليكيت كده. وانا بقى الديت النهارده، التايم الساعه دلوقتي 4:30. لو انت هتعمل ده المفروض تعمله قبلها بيوم عشان الناس تيجي تلحق تجوين الرايد. الابلكيشن لسه جديد فالترافيك اللي عليه ما هياش كتيره لدرجة ان انت في اي لحظة ممكن تصادف كده يعني. بس اللي احنا فاهمينه ان هي مش يعني احنا اللي ايه، احنا مع بعض يعني، انت فاهم؟ اوكي فاحنا دلوقتي في اوبشن جميل برضو ان انت ممكن تقول رايد ويز مان اونلي، يعني انا اركب مع رجالة بس او اختار ان اركب مع بنات بس. كويش. لو انا بنت يعني بعد كده تروح قايل ايه اوفر رايد. انا هعمل سيرش او فايند رايد يعني. اوكي فروم المكان اللي انا فيه ده هو نفس المكان اللي هو اكشلي جنبي حالا. تو سيتي ستارز، لو ما قلتهاش ستارز سيتي ستارز، لو مش ستارز مش هركبك على فكره. ما تقول سيتي ستارز كده يا شيخ، ولا انا مش عايز اطلع في الفيديو. اوكي الديت ماشي سيتي ستارز. ماشي انت عملتها كام؟ 44 دقيقه ولا؟ يس. انت ممكن تحطها في ميعاد مختلف شويه. ماشي خليها عشان خمسة. المفروض اللي احنا فهمناه ان الابلكيشن لو الميعاد مش هو بالظبط برضو بيديك اوبشنز، لان انت ممكن بالظبط لان انت ممكن تكون مرن يعني. ماشي انا كده لقيت الرايد بتاعتك. مكتوب 13 جنيه وبعدين اهو كريم اسماعيل اهوت، وعنده اوبل استرا. انت اللي اخترت اللون ولا؟ ماشي فنوسها مكتوب من قدام. ماشي request to join. انا هاكسبت دلوقتي حازم. اكسبت ولا ما اكسبتش؟ ها حازم اكسبتد. ترتتا تمام بالعربيه. ايوه يعني احنا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هننزل نسوق بقى في الوقت بتاع الرايد يعني. احنا لسه هنستنى لحد 44 دقيقه ديت. ولما يجي الوقت ايه اللي هيحصل؟ بيبتدي يديني انا نوتيفيكيشن ان خلاص الوقت بتاع الرايد اهو. متاكد؟ وهبتدي انا اتحرك، هيظهر عندك ان انا بدات اتحرك، فاحنا كان المفروض نعمله بدري شويه. دي حلوه. طيب احنا ممكن نكنسل دي ونعمل رايد جديده ونعملها دلوقتي. غالبا هنعمل كده. هو الباسورد كام؟ من ضمن الازمات اللي بتحصل ان انت لو انت عايز تعمل حاجه خير يعني وعايز تركب معاك ناس وبتاع، احيانا ما بتبقاش واثق في ان انت تركب معاك واحد في الشارع وخلاص يعني. فأقوى حاجة معمولة في الابليكيشن ده هي فكرة الكوميونيتي، هي فكرة التراست
وفكرة ان انت مين اصلا اللي انت بتركبه معاك. يعني انت الوقت جه ولا لسه؟ Is it time? اه It's time صح؟ يلا بينا كده احنا مفروض نبتدي. هيا بينا يا مجنم. ايه؟ اهلا بكم في عربية كريم اسماعيل. يعني انت وافقت خلاص والبتاع بدأ يعد فلوس؟ اه مكتوب 11 جنيه ده الاستيميتد بس. أيوة. احنا لسه لما نمشي. ايوه الحاجة المهمة جدا ان انت الرايدز دي انت بتاخد عليها فلوس يعني صح؟ اه وعامة دي لقطة حلوة عشان دايما الشخص اللي هو بياخد حتى لو صحابه معاه دايما بيحس ان هو انا مش متقدر وبتبقى محرجة جدا ان انا اقعد اقول للناس اللي ركبوا معايا تعالوا نشير في فلوس البنزين. فهي بتبقى فكرة حلوة ان انت مش بتتربح على اصحابك ولكن انت بتغطي مصاريفك وهم بيشاركوا معاك بطريقة مرضية ليكم انتوا الاثنين. خصوصا ان هي بتبقى مكسب يعني هو انت ركبت عربية مع حد صاحبك فانت مقضي وقت حلو في ان انت رايح مشوارك دافع فلوس اقل وهو بالنسبة له انا مش لوحدي وفي نفس الوقت بوفر من الصيانة ومن البنزين. زي ما عشان سيفتي بكره العربيات اللي بتعمل كده. ما هو بس انا بحب احط الحزام والله من باب الامان احس ان هو مسؤوليه خصوصا بعد ما خلفت بعتبر ان جزء من مسؤوليتي تجاه بنتي تعيش ان انا اه بالظبط لا يعني والله بجد والله بحس ان جزء من مسؤوليتي تجاه بنتي ان انا اسوق بالراحه يعني ما بقاش متهور هو انا في العادي مش متهور يعني بس ان انا اسوق بالراحه وان انا احط الحزام كويس. طيب انا كنت عايز اتكلم على حوار الكوميونتي قبل ما تسالني السؤال اللي انت عايز تساله ده. اوكي انت الابلكيشن عشان يظهر لك ناس او عشان تركب مع الناس دول بيبقوا من الدايره بتاعتك على الفيسبوك يعني هو بياخد الفريندز ليست بتاعتك من على الفيسبوك وبيظهر لك الناس اللي انت اصلا عارفها او اللي اصحابك عارفينها اللي هم فريندز اوف فريندز وبعدين اللي بيوطد كمان الموضوع ده انه في حاجه اسمها تراست في الابلكيشن. الحوار ده انا عاجبني جدا يعني ان انت بتخش انت عارف حد انا ما اعرفوش فانت بتعمل له تراست فانا لما بلاقي ان انت عامل له تراست انا بثق في ان انا ممكن اركب معاه. انا كريم قال عليه ان هو كويس فوش الراجل ده كويس بالظبط وانا ما عنديش مشكله خالص ان اركب مع حد ما اعرفوش. هي موضوع يعني في ناس كتير ممكن يبقاش عندها المشكله دي بس بصراحه في ناس كتير هيبقى سيفتي بالنسبه لهم مهمه يعني خصوصا البنات يعني الموضوع ده مهم يعني عموما الجزء بقى اللي انا كنت منتظره في هذا اليوم الجميل. انا عندي سؤال ليك النهارده وحاسس ان هو مهم جدا الناس تسمع عنه وتاخد وجهه نظر من حد هما بيثقوا فيه وبيحبوه وبيتابعوه. بتتعامل مع ده ازاي؟ انت بتتعامل مع اخطائك الشخصيه ازاي؟ لو عايزين تسمعوا الكلام اللي احنا قلناه دوت روح عند كريم الفيديو الفقره دي هتنزل عنده لان هي طولت قوي والفيديو ده هيطول جدا يعني لو دخلناها فيها. احنا قربنا نوصل صح؟ احنا خلاص بندخل اهو بنعدي بس. اوكي حاسب يا عمو. طيب انا في حديث بحبه جدا بحيث انه بيكلل الرحله بتاعتنا دي والفكره دي اصلا انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا على من ظهر له. كويس يعني انت معاك ظهر اللي هو مثلا العربيه انا ما معيش فانت بتخليني انا استخدم ديت لان ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. كويس فانا بشوف ان حاجه كويسه جدا الابلكيشن دوت او اي ابلكيشن زيه. في برضو ابس بتاعت كار بولينج بتطلع وحوارات زي دي فبتبقى فرصه حلوه جدا ان انت تطبق بيها الحديث في امان يعني انت فاهم تعتبرها صدقه الدبه من الاخر يعني بالظبط كده صدقه العربيه صدقه بالظبط عشان انت بتعمله والى جانب ان هي صدقه انت ممكن بالفعل يبقى يعني مساعده لطيفه وتاخذ عليها اجر يعني الفلوس اللي انت هتاخدها دي انا بالنسبه لي مرضيه جدا يعني لان الموضوع ما فيهوش حركه خالص بالعكس بالزبط. فدي حاجه حلوه بصراحه. احنا كده احنا كده وصلنا اند تريب كده تمام. حازم 65 جنيه وش لا مش هديك ده ليه حازم ده البتاع هو اللي بعيل وسطينا بكام. هو احنا الصراحه عشان كنا قاعدين بنلف ان احنا كنا بنصور فيديو عند كريم احنا ما رحناش دايركت على المكان يعني احنا لفينا كتير. 65 جنيه يا ابني ما تجيب بقى الفلوس اللي عليك بطل نصب ده انت عيل فكسان جدا. كنت ممكن اسافر بيهم دول ما حدش يركب مع كريم اتكل على الله بقى يا اخي بقى عايزين نشوف اشغالنا. انت مش هترجعني تاني ولا انت عايز فلوس تانية؟ بص رجعني بالباقي بقى. اوكي طيب الابلكيشن دوت مصري ودي اكتر حاجه انا بحب سبورتها لما بلاقي
حد مصري عمل حاجه نظيفه جدا، انا بحب الحوار ده قوي. يعني الفكره دلوقتي ان هو محتاج السبورت بتاعنا، هو محتاج ان احنا ندعم الابلكيشن ده، ان احنا نخش نعمل اكونتس، نعمل اد للفريندز بتوعنا، نخش نعمل تراست للفريندز بتوعنا، علشان الابس اللي زي دي ما بتنفعش غير بالاعداد الكبيره، لازم ناس كتير تخش في وقت واحد علشان يبقى في رايدز كتير، عشان الدنيا الايه العجله تدور يعني. فده اللي انا عايزه منكم، انا عايز ان انتوا تدخلوا من كتر ما الناس بتخش توقع له الابلكيشن، عايزين نبوظها له اساسا. اعملوا ده، احط لكم اللينك في الديسكربشن، موجود اندرويد واي او اس يعني. ادخلوا داونلودز السنين، عايز اشوف فرق رهيب بقى. بس كده. لا كان في حاجه عايز اقولها برضو. ديتو، واحنا ما قلناش اسم الابلكيشن خالص. يلا يا ابني انا قلته. اوكي انا قلت ان داتو الاخر. ايوه عندي. ايوه انت قلت نجرب داتو في الاول ولا لا؟ مش فاكر. ما المهم يعني الابلكيشن قول داتو، طلعها في ثانيه وخلاص. الابلكيشن اسمه ديرو. تمام. داتو. يعني ايه ديرو؟ يعني هي كلمه سلانج امريكيه بحته يعني. ديرو يعني مثلا اللي هو ايه، انت هتطلب ايه مثلا، فانا اقول له مثلا برجر فراخ، فهو يقول لي ديرو اللي هو زيك يعني، اللي هو فهي جايه من المهم يعني. فما اسموش ديتو، اسمه ديرو او ديتو. بس انا بديك ريتنج صح؟ خليها اديك ريتنج. عربيتك الصراحه كزره. ماشي يعني ممكن اديك 3 ولا 4؟ 4. اديتك 3 بقى. ماشي.